اليوم هو ذكرى ميلاد الكاتب والأديب عباس محمود العقاد، الذي ولد في 28 من يونيو عام 1889 في محافظة أسوان. تلقى العقاد القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، وعندما بلغ 7 من عمره التحق بمدرسة أسوان الابتدائية، وكان يستمع إلى القصص الخيالية من كبار السن، وكانت هذه القصص سبباً في تفتح مواهبه الأدبية والشعرية. عباس محمود العقاد أتقن الإنجليزية وقرأ في الأدب الإنجليزي كثيراً، وفي عام 1903 تخرج من المدرسة الابتدائية، واستطاع والده في عام 1904 توظيفه في القسم المالي بمدينة قنا، ثم انتقل إلى الزقازيق. وأثناء عمله كان هو وبعض زملائه الموظفين يعقدون الندوات الأدبية، وفي عام 1906 استقال من وظيفته واتجه إلى القاهرة، والتحق بمدرسة الفنون والصنائع، ثم تركها وعمل بمصلحة البرق. واستطاع العمل في جريدة الدستور، وأجرى حديثاً صحفياً مع الزعيم سعد زغلول، وكان وزير المعارف في ذلك الوقت، فأحدث ضجة صحفية كبيرة. وفي عام 1916 اشتغل العقاد بالتدريس في المدارس الحرة حتى قامت ثورة 1919، وخلال تلك الفترة عمل العقاد بجريدة الأهرام، وأخذ يدافع عن الثورة ورجالها، فتركت مقالاته أثراً كبيراً في نفوس المصريين. كان العقاد مولعاً بالقراءة في مختلف المجالات، وأنفق معظم أمواله على شراء الكتب، ولم يتوقف إنتاجه الأدبي بالرغم من الظروف القاسية التي يمر بها. كان العقاد أيضاً أحد أهم كتاب القرن العشرين في مصر، وساهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب في مختلف المجالات. وفي عام 1964 رحل عملاق الأدب الكاتب الكبير عباس محمود العقاد عن عمر ناهز 75 عاماً.